اهلا، انا اسمي مصطفى احمد، طالب في هندسه اسكندريه داخل رابعه اتصالات ان شاء الله، ودي اول سيشن في كورس ارتس. الكورس مني متقسم جزئين، الجزء الاول هيبقى كلام نظري جنرالي عن الارتس عامل ازاي، والجزء الثاني هنطبق عن الجزء الاول، هيبقى باستخدام فري ارتس. اخر 10 سيشنز هيكونوا فيهم لابات، هنبدا نكتب اكواد وكده. الريكويزيتس بتاعت الكورس السي بروجرامينج، يعني بالذات مثلا البوينترز والاستراكشرز هنستخدمهم كتير في الكورس. بوينترز بقى انواعها، بقى بوينتر تو فانكشن، بوينتر تو فويد، الحاجات اللي هي المعقده شويه. تاني حاجه المايكرو كنترولر انترفيسنج، مش لازم تبقى حافظ واحد معين مثلا وعارف الريجسترات والكلام ده، بس اهم حاجه تبقى فاهم الكونسبتس، يعني انتربتس، يعني تايمرز، يعني تايمر انتربت، يعني جي بي اي او كده. اخر حاجه اوبريتنج سيستم، لو عارف اوبريتنج سيستم فدي حاجه كويسه بس مش اجباري، عشان ارتوس اساسا اوبريتنج سيستم، ففي حاجات كتير شبه بعض هيفيدك يعني في الفهم. لابات الكورس تبع تيفا سي، لو عايز تشتغل باي حاجه تانية تمام، هنتكلم قدام عن النقطه دي، بس هي مش هتفرق حاجه في البرمجه. الريفرنس بتاعت الكورس مين لي، الكورس معتمد على اول 3 ريفرنس دول، الامبيدد سوفت وير برايمر، ده كتاب هنبقى شغالين من شابتر 5 لحد شابتر 8. الجزء الاولاني من الكورس اللي هو اللي فيه كلام نظري جنرال هيبقى مش شغال من الجزء ده، معتمد على الجزء ده كتير يعني. الجزء التاني هيكون معتمد على الويب سايت بتاع فري ارتوس، عندهم دوكيومنتيشن محترم جدا على فري ارتوس. وفي ريفرنس تالت مايكرو سي او اس 2، ده اساسا ابن ارتوس تاني يعني مختلف عن فري ارتوس، بس هو شابتر 2 يعني شرح كونسبتس كويسه، فاستخدم منه حاجات. في اتنين ريفرنس كمان مش مستخدمين منهم كتير في الكورس، بس خدت منهم حاجات فلازم احطهم برضو، ممكن ندور عليهم. طب اول حاجه خالص النهارده انترودكشن، يعني ايه ريال تايم اوبريتنج سيستم؟ فالجزء ده متقسم حاجتين، ريال تايم واوبريتنج سيستم. فيعني ايه ريال تايم؟ ريال تايم يعني عندك سيستم معين، السيستم ده فيه اجزاء بيبقى عندها وقت معين لازم تخلص فيه، بيسموها ريال تايم كونسترين. يعني مثلا لو عندك عربية، مثلا العربية دي فيها ايرباج، ايرباج دي تفتح لما تعمل حادثة، فلازم أول ما السنسور يحس إن في حادثة حصلت الايرباج تفتح في خلال 10 مللي ثانية، وإلا الشخص ممكن يتأذي. فده ده اسمه ريال تايم كونسترين، أنت لازم تفتح الايرباج في خلال 10 مللي ثانية، لو أكتر من كده دي مشكلة. أو مثلا عندك جهاز بيظبط ضربات القلب مثلا، كل مثلا وقت معين لازم يضخ حاجة معينة، فده ده اسمه كونسترين. الكونسترينز دي يعني حاجه ريال تايم، دي بتقسم حاجتين، هارد ريال تايم وسوفت ريال تايم. الهارد اللي هي ما ينفعش تعملها ميس خالص، زي الموضوع على الايرباج. السوفت ريال تايم هي ممكن يعني خلاص لو اتاخرت سنه مش مشكله، يعني مثلا السيستم فيه الداية بتنورها اتاخرت خلاص، يعني مش مشكله، اتاخرت 10 مللي ثانيه 100 مللي ثانيه على حسب بقى الحاجه دي هي ايه. دي فكره ريال تايم، هي مني قايمه على الكونسترينز، مش قايمه يعني ايه، مش قايمه على السرعه مثلا، مش مثلا ان انت تخلص حاجه بسرعه دي اسمها ريال تايم، لا، ان انت تخلص حاجه قبل الكونسترين بتاعها، قبل الديدلاين بتاعها. الاوبريتنج سيستم جنرالي عامه هو حاجه كده بيبقى بين الهاردوير بتاعك وبين الابلكيشن بتاعتك، بتمانج الهاردوير، بتمانج الميموري، بتمانج التاسكات، بتعملك حاجه اسمها مالتي تاسكينج، ودي اهم حاجه احنا بنحتاجها. يعني ايه مالتي تاسكينج؟ يعني تبقى شغال كذا حاجه في نفس الوقت، او يبان لك ان كذا حاجه شغالين في نفس الوقت، فتح بي دي اف، فتح باوربوينت معاه في نفس الوقت، وفتح جوجل كروم بتعمل داونلود لحاجه، كل ده بتفتحه في نفس الوقت عادي، بس في الواقع مش لازم يبقوا شغالين في نفس الوقت، دي حاجه اسمها مالتي تاسكينج. يعني حاجه تانية بقى، بيمانج الميموري اللي هو بيخلي التاسكات دي تتنفذ بقى بطريقه معينه، بيسموها سكادولينج. اكزامبلز بقى على او اس عامه زي الويندوز واللينكس والماك وكده. الحاجات دي طبعا معقده جدا بالنسبه للارتوس، بس ده يعني بتكلم جنرالي عن الاوبريتنج سيستم اكتر بقى. تمام، بس حته المالتي تاسكينج، بس هو ده اللي انت شايفه، مثلا ده جوجل كروم شغال، ده فيه فتح بي دي اف وبتسمع حاجه مثلا، ده اللي انت شايفه، انت بتسمع الاغاني مش متقطع، البي دي اف شغال معاك زي الفل والجوجل كروم، بس في الواقع مش ده اللي شغال، الدنيا تبقى متقسمة بفضل ان عندك بروسيسور واحد بس، فبروسيسور واحد بس بينفذ حاجة واحدة بس في نفس الوقت، فهشغل حتة مثلا من هنا، بعد كده حتة من هنا، بعد كده حتة من هنا، هيبان لك ان هم شغالين بارلل. دي فكرة المالتي تاسكينج. اكتر عن الارتوس، من الحاجات بقى المهمة اللي في الارتوس اللي بتفرقه عن الاوبريتنج سيستم العادي، ان هو لازم يبقى ديترمينستيك،
يعني ايه يعني كل حاجه الارتوس بيعملها اوبريشن هو بيدعمها لازم تبقى عارف التايم بتاعها بيخلص في قد ايه. يعني مثلا انا عندي تاسك معينه في السيستم ده، الارتوس بيوفر لي اوبريشن اسمها اكس ممكن احطها على التاسك دي، انا لازم ابقى عارف الاوبريشن دي بتاخد وقت قد ايه، لازم تبقى حاجه بريدكتبل، انا عارف السيستم ده يعني السيستم ده هيتنفذ في قد ايه كله، ده هينفعني في الديزاين. ما ينفعش مثلا ارتوس مثلا يعمل حاجه مش عارف، مثلا تحجز مكان في الميموري ما تعرفش ممكن ياخد قد ايه، دي مشكله كبيره. ان انت وانت بتديزاين السيستم لازم تبقى كل ده في دماغك عشان تعرف تحط الكونسترينز صح. ده اللي بيفرق الارتوس عامه عن الاوبريتنج سيستم. ليه محتاجين ارتوس؟ عشان تايم كريتيكال ابلكيشن زي ما اتكلمت، عندك ابلكيشن تايم كريتيكال لازم يخلص قبل تايم معين، في عنده ديدلاينز معينه لازم يخلصها بحاجات كريتيكال. حاجه تانية الموديلاريتي، مش ده الاساس يعني، مش ده الاساس نشتغل بالارتوس، بس يعني دي برضو الارتوس بيوفر لك موديلاريتي كويسه ان حاجات متقسمه تاسكات وكده. اكزامبلز، انا هنا بتكلم عن الاكزامبلز عن الحاجات اللي هي اللي ممكن تنزلها من النت تتعامل معاها، مش بتكلم عن الحاجات الكوميرشال والمشهوره. ففي فري ارتوس ومايكرو سي او اس وفي تي اي ارتوس بتاع تكساس انسترومنتس، ممكن تدور عليها على النت اكتر بس. ودي كده نهايه الانترودكشن وشكرا.